في الحج الماضي وجدت شابا مسلما أشعري المعتقد يؤول الصفات، وعند مناقشته وجدته يدافع عن الجهم بن صفوان. السؤال: هل الأشاعرة يعدون من الجهمية؟ ما أظن هذا أشعري، هذا جهمي. فيه جهمية الآن كثيرون، فيه جهمية يقولون بخلق القرآن، يقولون بكتاب الجهمية، وهم معلومون ومعروفون بلادهم ومكانهم. ربما يكون الله قدمهم. نعم.